تقول لي يهودي جمعه، هاد اليهودي هاد اليهودي ما عرفش الارض ديالو، يمكنش يكون اليهودي ما عرفش الارض ديالو. كغدو جابو تسمى وقالو ها الارض ديالي فين هي. دابا تفاجأنا بان جات واحد المجموعه ديال الناس قالوا بان الارض ديالهم. عملنا دعوه في المحكمه تقريبا من 2004 وحنا معاهم في الصراع. فإذا به دابا مؤخرا جينا جبرنا جا شي واحد قالك بانه عنده الديتر، عنده المسائل ديالو، عنده كل شيء، جاب داك يدور بحال اللي كتشوفوا دابا، او كيزورنا كيزرب. حنا من عندنا ما قدروش نقرروا ما نعملوا حتى شي حاجه، السلطه منعنا الا قربنا الاعتقال. قلت له ما ودينا غادي يمكن نكتب رساله صاحب الجلاله نسان كذا. قال لك هذو خاصك تكتبها اللي بغيتي. قال لك السيد هضرت مع هذوك الناس اللي جاوا معاه. قال لك السيد راه راجل كبير في الرباط ما عرفش عنده رياض الطوله. نحن اصحاب الارض هذه اللي كتشوفوا هنا مورايا، هذه كنملكوها مده قديمه، عندنا الوثائق ديالها هي فينيه. هذه الوثيقه اللي عندنا كتبدا من عام 1323 هجريه هي فينيه، فيها سلسله البيوعات التي انصبت على هذه القطعه الارضيه ملي بدات ديك الساعه وكتنتهي بينا حنا. حنا الاخر من اشترى، جينا في اخر هذه الوثيقه هذه، شريناها في عام 1949. والقطعه الارضيه ديالها كتجي دابا في البلان الجيشي، ها فين هو اللي مصوره فيه. هذا البلان الجيشي، البلان الجيشي فيه الرقم ديالها 1301، ها هو فيها نيس هنا مصور 1301. القطعه هي هذه فيها الاسماء ديال الورثه، اربعه ديال الاسر شاركين في هذه الارض هذه. دابا تفاجأنا بان جات واحد المجموعه ديال الناس قالوا بان الارض ديالهم. عملنا دعوه في المحكمه تقريبا من 2004 وحنا معاهم في الصراع، والدعوه باقي لحد الان ما تحكمتش، باقى عندنا في النقد والابرام، باقي ما جابونا شي. فاذا به دابا مؤخرا جينا جبرنا جا شي واحد قالك بانه عنده التيتر، عنده المسائل ديالو، عنده كل شيء، جاب داك يدور بحال اللي كتشوفوا دابا، او كيزورنا كيزرب. حنا من عندنا ما قدروش نقرروا ما نعملوا حتى شي حاجه، السلطه منعنا الا قربنا الاعتقال. هو كيقول عنده رخصه، كيقول رخصه. قال لك السيد هضرت مع هذوك الناس اللي جاوا معاه. قال لك السيد راه راجل كبير في الرباط ما عرفش عنده رياض الطوله، وراجل فهمتي ما غندخلوش انا شكون السميه ديالو، ما بغاش نقول السميه ديالو. السيد اللي في الرباط حنا ما عرفناش واش دوله عندها قانون ولا ما عندها شي، واش الناس اللي قالوا شي عقله فوضى ماشي حاجه. قلت له ما ودي انا غادي يمكن نكتب رساله صاحب الجلاله نسان كذا. قال لك هذو خاصك تكتبها اللي بغيتي. الا باغينا نوقفوا واش نحكوا دابا القضيه، القصه ديالنا كيفاش هي. هاد الارض هادي باش وقع في الاول، باش بدات الشكايه في الاول، بدات اللي ناض الاول باش عمل الوراق وبدا كيجري باش عمل التيتر، جاء بناء على لفيف عدلي. هاد لفيف عدلي اليهودي كيقول بانه هنايا يملك قطعه ارضيه في مفوغه صغيره، على حسب ما كيقول المشتري منه، المشتري اللي شرا منه كيقول فهمتي، كيقول شراها منه، عنده قطعه صغيره. كيقول نظرا لمعرفتي بالسيد ازاغوري سالومون جاك اليهودي، هو جا عرض عليا قطعه الارض موجوده في مغاره صغيره، ومشيت معاه الى حيث المكان ديالها، فادلني عليها وقال بان القطعه الارض ديالو تنطلق من السك الحديديه وتتوغل داخل الاراضي المجاوره لها، حسب المحضر اللي كاين هنايا ديال الشرطه القضائيه. هذا البلاغ ديال السيد اللي شرا، اللي كيقول الاولي اللي قام باش قام كيعدل. دابا السكه الحديديه هي فين هي هنايا، والارض اللي موراها هي. حنا غنشوفوا السكه الحديديه، حنا غنوريها لكم. دابا الارض ديالنا حنا اللي كنغوتوا عليها اللي دوها لنا هي هذه اللي هي فين هي موجوده، مور هذه الارض الخويه، مور هذه الارض هذه، مور هذيك الارض المسيجه من ليه. هو كيقول لك الارض ديالو كتبدا من هنايا. مشينا حنا اتصلنا برئيسه الجامع، الرئيسه بالنيابه عن الجامعه الجاليه اليهوديه اللي كاينه في طنجه، ذاك لا كوميونيتي اسرائيليت. مشينا لعندها تحكي لنا على هذا السيد هذا اللي كيقولوا زاغوري سالومون جاك. هاد زاغوري سالومون جاك اتضح بانه كان مريض، مصاب بمرض في راسه في عام 94، صيفطوه يداوى في مالاكا، ومن بعد ما داوى رجع من طنجه، بقى في عام 74 اسمح لي، في الاول 74 المره الاولى في 74 صيفطوه يداوى، في عام 94 رجع له المرض من جديد، وصيفطوه عاود يداوى على نفقه الجاليه اليهوديه. كتقول بان هذا السيد هذا ليست له اسره بطنجه، لم يسبق له ان اشترى او ملك او ورث اي قطعه ارضيه في كامل التراب اش كيقولوا في المغربي، وانه كان عايش على النفقه ديال الجاليه اليهوديه. هذا الشراء كيقول هو اللي شرى من اليهودي، واليهودي وراه الارض وخرج معتين على المكان وقال بان الارض تنطلق من السكه الحديديه وتتوغل داخل الاراضي المجاوره. لما جات الشرطه القضائيه باش تحقق في الموقع بناء على التعليمات ديال النيابه العامه، جبروا بان الارض التي تنطلق من السكه الحديديه وتتوغل داخل الاراضي ماشي هي الارض اللي عنده اللي عمل لها التيتر. هي هذه الارض هذه اللي كنشوفوا هذه
اللي من داك السياجن هنايا. هاد الارض هذه هي اللي كيقول شراها، وكيقول السكه الحديديه هي مورانا، وكيقول الارض التي شريتها من ازاغوري سالومون ووقفت على حدودها هي التي سنطلق من السكه الحديديه وتتوغل داخل الاراضي المجاوره لها. اذا هي هاد الارض هذه اللي قدامنا. دابا حنا كنتسالوا ما عمل التيتر، جا عامل التيتر داك الارض اللي مور السياج اللورا، كيقول اليهودي جمعه. هاد اليهودي ما عرفش الارض ديالو؟ ما يمكنش يكون اليهودي ما عرفش الارض ديالو. كغدو جابوا تما وقالوا ها الارض ديالي فين هي؟ كان اليهودي جاب نفسه مع هذا اليهودي كيقول بان الارض ديالو كتحط جنوبا بالرسم العقاري 2075، والرسم العقاري 2075 هو هذا. هاد اليهودي حين كيقول هو جمع على الارض وراه الارض فين هي، علاش جابوا هنايا؟ كغدو الدهراء فين؟ اليهودي عارف الارض ديالو. الدهراء فين؟ وقال له دير الارض ديالي كتبدا من هنا، كغدوش جا هنا قال له كتبدا هنايا. فهمتي ولا لا؟ اذا هذا على دليل ان اليهودي ما جاشي، وهذا اللفيف العدلي هذا ما عندوش. وسبق شي يهودي التجا الى المغاربه قال لهم يشهدوا لي في الارض ديالي انا. مسائلي كيشريو ما بينهم وبين لا كومينيتي ديالهم بالحسن ديالهم كلشي. وغادي التجا انا من التجا هذا اليهودي هذا التجا باع المتجولين في طنجه ديك الحشاشيه ديال السوق الداخل هما كينكروا كيقول لك هادشي حنسي ما كنعرفوش هادشي هذا ونكروا عنده ودينوا وبالسجن والمسائل. تراجعوا على الشهاده ديالهم وحاضر ديالهم بانهم تراجعوا وقعت الادانه ديالهم. حتى العدول كذلك حتى العدول حتى هما تحكم عليهم بالسجن. فهمتي؟ لان الزروع وارد. والقاعده اللي كيقول القاعده الشرعيه اش يقول؟ كلما بني على باطل فهو باطل. المحكمه ما بغاتش تعترف بهذه المفاهيم قالت لك لا، كلما بني على باطل فهو باطل الا التيتر فونسي كانه كتاب ينزل من السماء. التيتر فونسي هي حقيقه حنا ما كنبطلوش ما كنطعنوش فيه كيقولوا ظاهر مالك حنا ما كنطعنوش في هذا الشيء هذا. حنا كنعترفوا التيتر فونسي ولكن يكون بني على وثائق صحيحه. حنا عندنا التيتر فونسي وثائق اللي عندنا كتثبت بانه مبني دو ا زد مبني على وثائق مزوره. عندنا المحضر ديال خرج المهندس المساح اللي كيقوم بهذه كيقول بان حضر كيقول هيدا تكستويلمون نو سوم روندو على ديس بروبريتي اي افون تروفي ان اوتر بريز ان اوتر اتونت مسيو سمي ديال كارت ناسيونال كذا كذا وحضر معنا لوبيراسيون دو بورناج دو ا زد. وهاد التوقيع ديالو كاين هنا التوقيع ديالو في المحضر ديال بورناج. هو لما خرج مع الشرطه القضائيه قالوا ما درتش المسائل معدله محافظه اليهودي اللي عمل شغله كلشي انا عملت شي حاجه عنفه وكيقول ان الوثائق اللي شريت مع اليهودي هي دفعتها المحافظه هي اللي عطاتني التيتر انا عملت شي حاجه. المهندس كيقول خرج وحضر معاه هو كينفى كيقول انا ما خرجتش ما حضرتش البورناج. هذه من جهه. من ثانيه حنا عندنا هنا عندنا في المنطقه هذه منطقه بمعنى كانت منطقه قرويه قالوا لنا خصك في ان النهار اللي كانوا الاشهار والاعلان والاخبار كيتعلق في القياده والجريده الرسميه انا مشيت اتصلت باش كيقولوا بالنائب سليل الجماعي الله يرحمه دابا توفى قلت له ودي اشنو وقع عطاني شهاده بان الارض ديالو كتحد بهذه الارض شنو كاين؟ الارض ديالو هي اللي كاينه الله وراه كتحد الارض ديالنا قال لك انا قال لي انا عطاني واحد الشهاده بان وكتب موقع فيها ان الارض ديالي كتحد بالارض هاد الناس هادو وما فراسيش في هذا الخبر هذا في القياده ما فراسيش بان تعلقت شي حاجه كتوحي بان هناك شي اوبيراسيون دو بورناج في هذه المنطقه هذه. اذا كومون ساس في اي سيد نائب سلاله الجماعيه ما فراسوش شي فهمتي والناس كيقول لك خرجوا حفظوا عملوا فين كان هذا الشيء هذا؟